هل تعلم ما هو السبب وراء التكرار في سورة الرحمن؟ ما هو الرد على المدعين أن سورة الرحمن بها تكرار خاطئ من عند الرسول؟ ما هو الإعجاز العلمي والإحصائي الذي اكتشفه الباحثون في سورة الرحمن؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير، راجين من الله عز وجل أن تحوذ هذه الحلقة على إعجابكم. فضلاً اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. نزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم متتابعا بحسب المواقف والظروف التي يمر بها، ومن ذلك نزول سورة الرحمن، حيث كان نزولها لأكثر من سبب ذكره العلماء. فقد قيل إن سبب نزولها يتمثل بأن المشركين الذين تساءلوا عن الرحمن حين نزلت الآية الكريمة، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فقد كان جزء من الإجابة على كلامهم التعريف بالرحمن في سورة كان مطلعها اسم الله تعالى الرحمن. وقد ورد كذلك أن المشركين زعموا أن القرآن الكريم هو تعليم أحد البشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى سورة الرحمن ليؤكد أن القرآن هو تعليم الرحمن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا من أسباب نزول سورة الرحمن أن أبا بكر رضي الله عنه قد ذكر يوم القيامة مرة فخاف وجزع من أحداثه ووزنه، ومن ذكر الجنة والنار، فقال: وددت أني كنت خضراء تأتي علي بهيمة تأكلني وأني لم أخلق. فأنزل الله تعالى قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهناك عزيزي المشاهد الكثير من الظواهر القرآنية المحيرة، وهذه الظواهر كانت مدخلا للمشككين يدعون من خلالها أن القرآن كتاب فيه الكثير من الآيات المتكررة، لأن محمدا كان ينسى ما كتب فيكرر الآية. وسبحان الله، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم من كتب سورة الرحمن فلماذا كرر الآية ذاتها 31 مرة؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ والجواب أن محمدا لم يكتب حرفا واحدا من القرآن، بل كل آية نزلت من عند الله، ولذلك أودع الله بعض الأسرار في هذه الآيات لتكون معجزة لكل ملحد في هذا العصر. قال المفسرون: إن مما ميز سورة الرحمن عما سواها ورود آية تكررت 31 مرة، والآية الكريمة هي قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولقد كرر الله سبحانه استخدام بعض الآيات في القرآن الكريم، ومنها تلك الآية الكريمة التي جاء تكرارها لهدف مميز عن سواها، وهو التكرار لتوكيد النعم والتذكير بها. فإن الله تعالى قد عدد الشيء الكثير من النعم في سورة الرحمن، وكان في كل مرة يذكر بتلك الفضائل والنعم بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فواجب المؤمن أن يدرك فضل الله تعالى عليه، وأنه المستحق للشكر والطاعة بما امتن الله به على عباده، وأن لا يكذب المسلم أو ينكر شيئا من تلك الأفضال. قال ابن قتيبة: من مذاهب العرب التكرار للتوكيد والإفهام، فلما عدد الله تعالى في تلك السورة نعماء وذكر عباده بآلائه ونبههم على قدرته، جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل: ألم أبوئك منزلا وكنت طريدا، أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وأنت لم تحج سابقا، أفتنكر هذا؟ ولكن عزيزي المشاهد، ما السر وراء ذلك التكرار من وجهة نظر الباحثين؟ الإجابة مفاجئة. فبعد بحث طويل في هذه الآية وعدد مرات تكرارها في سورة الرحمن، وجد بأن هنالك علاقة رياضية مذهلة أساسها الرقم 7. هذه العلاقة هي تأكيد من الله تعالى أنه لا تكرار في كتاب الله، بل إعجاز وتناسق وإحكام. وهذا الرقم له دلالات كثيرة في القرآن الكريم، ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم، فحلقتنا مركزة حول سورة الرحمن. أول ما جاء به الباحثون ما يلي: الأولى، 54 سورة قبلها في ترتيب المصحف، مجموع آياتها 4901، ومجموع أرقام ترتيبها 1485، وناتج جمع العددين هو 6386. الثانية، 59 سورة تالية لها في ترتيب المصحف، مجموع آياتها 1257، ومجموع أرقام ترتيبها 5015، وناتج جمع العددين هو 6272. رائعة الترتيب القرآني هنا أن الفرق بين المجموعين 6386 و 6272 هو 114. ومن المعلوم أن العدد 114
هو عدد سور القرآن الكريم. بقي العددان 55 رقم ترتيب سورة الرحمن و78 عدد آياتها. نلاحظ أن مجموع العددين هو 133، وهذا عدد من مضاعفات الرقم 19، فضرب 7 ب19 يساوي 133، كما أن 133 يزيد على العدد 114 ب19، وهكذا نكون قد استوفينا عدد سور القرآن كلها وعدد آياته. فهل من تفسير لهذا الإحكام سوى أنه الترتيب المحكم لكتاب الله سبحانه، مما يميز سورة الرحمن عدديا أن عدد آياتها 78، وهذا الرقم من مضاعفات الرقم 13، وهو أيضا عدد الحروف المقطعة الواردة في أوائل بعض سور القرآن. من بين آياتها الآية المميزة على مستوى آيات القرآن كلها، إنها الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، التي تتكرر 31 مرة. المرة الأولى جاءت في رقم الترتيب 13. اللافت للانتباه في سورة الرحمن أن آياتها تخلو من ذكر لفظ الجلالة الله. هذه الملاحظة كانت موجهنا لإحصاء مرات ورود لفظ الجلالة الله في سور القرآن السابقة لسورة الرحمن في ترتيب المصحف. وكانت المفاجأة الرائعة أن عددها هو 2418 مرة. ما وجه الإعجاز في هذا العدد؟ أنه يساوي 78 في 31، وهو نفس عدد آيات سورة الرحمن. 31 هو عدد مرات تكرار الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل هي مصادفة أن يأتي عدد مرات تكرار لفظ الجلالة في السور السابقة لسورة الرحمن عددا يساوي 78 في 31، أم أنه الترتيب الإلهي لكتابه المعجزة؟ وهنالك ملاحظة، وهي أن الكلمة الوحيدة في القرآن التي تشير إلى الإنس والجن وهما الثقلين هي قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. فهل هنالك علاقة بين رقم هذه الآية وبين عدد مرات تكرار الآية التي خاطب الله فيها هذين الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن رقم هذه الآية هو 31 من سورة الرحمن، أي أن تكرار الآية التي خاطب الله فيها الإنس والجن 31 مرة هو ذاته رقم الآية التي خاطب الله فيها الثقلين وهما الإنس والجن. فتأمل هذا التناسق، هل جاء مصادفة؟ هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.